أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحمار عندما حرم أكله يحرم يقول هل الحمار عندما حرم أكله يحرم ثمنه وبيعه لأنه نجس؟ لا إله إلا الله. كلامنا في الأكل، أكل لحم فقط، أما بيعه وشراءه هذا بالإجماع جائز، وكانوا يبيعون الحمير ويشرونها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يركب الحمار. معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. لا بأس بالركوب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. مسألة الركوب والاستعمال لا بأس بها، ولا بأس ببيعها وشرائها لهذه الأمور، إنما المحرم أكلها فقط. نعم.